هاي مصدر شجر التفاح كان وسط آسيا. نميت هالشجرات لألاف السنين بآسيا وأوروبا قبل ما ينقلها المستعمرين الأوروبيين على أمريكا وعلى العالم. في اليوم أكثر من 8000 نوع مختلف من التفاح، وهالتشكيلة هي الأكبر بين كل الفواكه. بتعيش شجرة التفاح حوالي 100 سنة وبتبلش تعطي ثمر بعد مرور حوالي 3 سنين على زرعها. نحكى كتير إنه التفاحة هي الفاكهة المحرمة، بس هالشي منه مذكور بالكتاب المقدس. بيساهم التفاح بتحسين الذاكرة، ولأنه بيحتوي على مستويات عالية من البورون فهو بيحفز النشاط الكهربائي بالدماغ وبيزيد الوعي الذهني. الألياف الموجودة بالتفاحة بتساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول. مين قال؟ ما لازم اللبناني يشتري تفاح مستورد لأنه عنا قطف تفاح ولازم نصرف إنتاجنا؟ أنا قال. بشوفكم بكره.